أجزل الإسلام والقرآن الكريم على العرب والعربية بحفظ اللغة العربية، ومن الله عليها بكتابه العزيز أن توسعت دلالات الكلمات وانفتحت لها آفاق وأمداء من التعبير، إذ تأخذ الكلمة ذاتها معنى جديدا في كل سياق تأتي معه، كما وتكتسب معنى إذا أضيفت إلى لفظ آخر. بيت. والبيت هو المسكن، سواء كان بناء أم خيمة أم غير ذلك. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وقيل في تفسير بيوتا غير مسكونة الواردة في الآية الكريمة: الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان معروفون، وإنما بنيت لمارة الطريق والسابلة ليأووا إليها ويؤووا إليها أمتعتهم. والبيوت وردت في موضع آخر في القرآن الكريم، ويراد بها مساجده عز وجل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. والبيوت في الآية الكريمة هي المساجد والجوامع التي يذكر فيها الله عز وجل ويصلي فيها المؤمنون. ووردت كلمة البيت في القرآن الكريم لمعنى السفينة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. والآية الكريمة هي دعاء سيدنا نوح عليه السلام، فسمى سفينته التي ركبها أيام الطوفان بيتا. والبيت في القرآن الكريم
هو الكعبة المكرمة أيضا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أي الحج إلى كعبة الله المكرمة.